السلام عليكم متتبعي قناة زيانية. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا جينا للمارشي باش نتقدى شوية الدجاج. صاحبتي ولدات مسكينة في رمضان، خليكم معايا نتقدى ان شاء الله شوية دجاج. مشيو للدار وصوبوا ليها رفيسة فاعلة تارة. المارشي دجاج غسلته البنات وجدت المقادير. الان ان شاء الله غندوزو باش نصوبوا الرفيسه ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا جبت جوج دجاجات كروازيين وغسلتهم البنات بالماء والحامض والخل والملح، فركتهم مزيان ونقيتهم. وحيده ان شاء الله غنصوبها ليها، وحيده غنصوبها للوليدات. هنايا عندي هنايا قياس كيلو لاروب ديال البصله اللي قطعته شرائح على هذا الشكل، قبيطه ديال القزبر ومعدنوس، جوج بصلات كبار اللي قطعتهم حتى هما شرائح باش غنشحر بهم الدجاج ديالي، معلقه كبيره من السمن، معلقه كبيره من الخرقوم، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره مملوءه من المساخن، معلقه صغيره من الابزار، معلقه ونص كبيره من سكينجبير، عندي نصف كاس من زيت الزيتون، وعندي واحد نص زلافه من العدس اللي غسلته على هذا الشكل، واحد الكاسرونه اللي درت فيها زلافه ونص ديال الماء، غنضيف ليها العدس ديالي، وغنضيف ليه نصف ملعقه صغيره من السمن، نصف ملعقه صغيره من الملح، وراس الملعقه من الابزار، وغادا نضيف عليه واحد المعلقة كبيرة من زيت الزيتون اللي عندي على هاد الشكل، وغنشعل عليه البوطة ونخليه يطيب على خاطره، غنقص عليه البوطة ونخليه يطيب. وعندي هنايا البنات ثلاثة البيضات اللي غادا نحتاجهم ان شاء الله للتزيين، وغنزيد عليهم شوية الفاكهة تا هما غادا نشعل عليهم يتسلقوا، وغادا ندوز باش نطيب الدجاج. وفي طنجرة الضغط غادا ندير الدجاج ديالي، بسم الله، غادا نضيف عليه جوج بصلات شرائح، معلقة كبيرة ديال السمن، الملح، الخرقوم، الإبزار، السكينجبير، وزيت الزيتون. والمساخن غدا نخليهم حتى نضيفهم ان شاء الله في الاخير مع البصل. غدا نشعل ان شاء الله على الكوكوط، وغدا نضيف كاس لاروب ديال الماء، ونخليها تقلى واحد شويه تدخل فيها العطريه، نحركها وغير غدا نرد عليها مقفالة ما غاداش نسد، ونخليها تقريبا واحد عشرة دقائق تقلى.
ومره مره نحركها. ودابا غدا ندوز باش نصوب العجين. غدا ندير 3 زليف ديال الفورص كيف ما شفتوا، وزلافه مملوءه من الفينو. غنضيف عليهم معلقه كبيره من الملح، واحد شويه من خميره العجن، فقط القليل راس الاصابع. العجين ديال الرفيسه ملي كنديروا فيه شويه الخميره تيجي مزيان على هذا الشكل. وغنديروا ان شاء الله يتعجن بالماء الدافئ. بسم الله. نخلي العجين ديالي يتعجن ويتدلك مزيان ورجع نتلاقى بكم. العجين ديالنا صبح جاهز، انا طفيت عليه، والدجاج حتى هو قلبته البنات، ها هو تقلى معايا كما كتشوفوا. الان غدا نروي عليه، غدا ندير واحد لتر وربع من الماء، لتر وربع ديال الماء. الماء راه سخون البنات، صافي. وغدا نسد عليه يطيب، وغندير الصفاره وغنخليه واحد 30 دقيقه يطيب، وغنرجع نضيف ليه البصله وقزبر ومعدنوس. ودابا غدا ندوز نحيد العجين ديالي. غدا نجيب واحد الزلافه ديال الزيت، ندهن سطح العمل، وغدا نحط العجين ديالي. عجين البنات انا درتو في العجانه، تقدروا تعجنوه غير بيديكم كيف ما كتعرفوا. رمضان والوقت دغيا كيدوز، داكشي علاش قلت انا العجانه دغيا غادا تصاوب لي العجين وغنستافد شويه من الوقت. غادا نقطعو كويرات كما كتشوفوا على هذا الشكل، وغنخليهم يرتاحوا فقط واحد 5 دقائق، وغنرجع ان شاء الله باش نسرحهم ونخبزهم. بعد ما ارتاحت العجين غدا نبدا نشكل فيها. ما غنديروش البنات على شكل تريد كيف درت لكم في الفيديو السابق ديالي ديال الرفيسه، غدا نديرو فقط مربع وغنطيبو من الداخل. واخا نبان لكم كندير الزيت دابا، الوقت اللي كنكون نخبز فيه ما كنقويش ليها البنات الزيت. غادي نستمر حتى نكمل جميع القطع اللي معايا، ونتلاقى بكم ان شاء الله باش نبداو نخبزو فيه. الان غادي ندوز باش نطيب المسمنات. المقله راه درتها من قبل كتسخن، الان غادي نرشها بشويه الزيت وغادا نرمي المسمنه ديالي وقعدها على هذا الشكل. نقلبها للجهه الاخرى، وبلا ما نضيف الزيت البنات نديرو المسمن ناشف باش ما يضرش على المعده. غادا نطيبو من الجهتين، وغادا نحلو ان شاء الله وغنطيبو من الوسط. بقاو معايا حتى نوريكم كيفاش غنطيبو من الوسط. دابا بعد ما طيبته من الجهتين كيف ما كتشوفوا، الان غدا نحلو بحال هكا البنات، وغنطيبو من الوسط باش يجيني المسمن محمر مزيان وما يجيش مبطس. ديروا لي بحال هكا ولا تقلبوا هاد الجهه على الاخرى حتى طيب هاد الجهه، وعاد تقلبوا الجهه الاخرى بحال هكا. ها نتوما البنات كيف ما كتشوفوا كيجي محمر على 4 جوايع. وبنفس الطريقه غادي نكمل باقي العجين وغنرجع ان شاء الله نتلاقى بكم. المسمن بعد ما طاب ها نتوما البنات كي كيجي ناشف وطايب مزيان. بالنسبه للمبتدئات هذه الطريقه زوينه وسهله دغيا يديروا بها الرفيسه. الان ان شاء الله غادي نقطعوه بحال هكا على هذا الشكل بالكامل،
وهنا عندي البيض والفاكهة باش غنزوق الرفيسة. وهنا الكوكو تاع البنات انا طفيت عليها. نضيف البصل بحال هكا، نرميه في الجوانب وغنشعل على الكوكو. غادا ندير قبيطة قزبر معدنوس بحال هكا من الفوق، وغادا نضيف المساخن على هاد الشكل، وغادا نضيف واحد نص سيترو ديال الماء الفاتر نصف لتر، وغادا نعاود نسد الكوكو ونخليها طيب ليا البصلة واحد ربع ساعة، ونتلاقى بكم ان شاء الله بعد ما نسقي في مرحلة التقديم. رفيسة البنات بعد ما كملتها وزينتها ها هي كتجي على هذا الشكل. كنتمنى ان شاء الله تعجبها. خديت ليها معاها واحد جوج كادوات، كنتمنى حتى هما يعجبوها، ويا ربي تجعلوا اجر مقبول وتخلي ليها بنيتها تربى في عزها ان شاء الله، وخلي لكم وليداتكم كاملين نتوما وجميع المسلمين. وهنا سال الفيديو ديالي، ندي نفيسه ان شاء الله الرفيسه ديالها، وبسلامه عليكم. So come